واللقاء 25/10 25/13 25/20 ليتوج النادي الأهلي بطلا لكأس مصر. وقدامنا الفرحة عارمة. مبروك لنجمتنا، مبروك للاعبتنا لاعبي النادي الأهلي، ألف 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 مبروك. مبروك لنادي الشمس المركز الثاني. وبكده ينتهي اللقاء المرتقب لتحديد بطل الكأس، كأس مصر، بفوز النادي الأهلي بثلاث أشواط مقابل لا شيء. قدامنا الفرحة باينة واضحة، شايفين النجمات وفرحة وحب كل لاعبة النادي الأهلي قدامنا. ندى وليد، تيتيانا، بوكان، دعاء الغباشي، ندى حمدي، ميار خليفة، سلمى يوسف، شروق فؤاد، زينة العلني، سارة الأمين، مي غزال، آية خالد، علياء هاني، دعاء محمد، نهال جمال. وجود طبعا قدامنا هم آية الشامي ومريم ثروت. ببارك لكل مجلس إدارة النادي الأهلي الممثل في الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لدعمه الواضح لألعاب الصالة وتحديدا الكرة الطائرة، الكرة الطائرة المميزة هذا العام سواء للرجال أو للسيدات. تاني بطولة توجت بها نجمات النادي الأهلي بعد وقفة من الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد العوضي والجهاز المعاون، سواء في بطولة السوبر أو بطولة الدوري العام المصري أو بطولة كأس مصر، ليتوج النادي الأهلي بثلاث بطولات مميزة. وشايفين فرحة تيتيانا بوكان وأولادها بالفوز والمكسب والإرادة والتحدي ومحاولة جيدة جدا، علشان احنا بنقول بعد ما اللاعبة بتتزوج ما بتقدرش تكمل لعب، بالعكس قدامنا اهو نجمة كبيرة وقدرت ان هي تحصد ثلاث بطولات متتالية في عام واحد وموسم اكثر من رائع. الف 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 مليون مبروك للنادي الاهلي، الف مليون مبروك لتتويجه بطلا لكأس مصر للكرة الطائرة لموسم 23/24. قدامنا في اصطفاف للنجمات لاستلام الكأس وميدالية المركز الأول. وطبعا طلعت من الملعب بتمارس مهامها كأم بعيدا عن الكرة الطائرة، وروح طيبة نقدر ان احنا نستغل الجو الجميل ده. اهو فرحة شديدة من اللاعبات، طبعا زمايل تيتيانا دي ولاد تيتيانا، وروح خلاص الشدة ابتدت تفك، وقدامهم بطولة مهمة جدا، بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات، هتبقى دي إن شاء الله البطولة الرابعة لنجمتنا. بعد ما غدا إن شاء الله سوف تنطلق بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال في استعدادات قوية. وشايفين طبعا فرحة قوية جدا من الجهاز الكرة الطائرة الموجود داخل صفوف النادي الأهلي، الكابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني والكابتن محمود الوزير والكابتن محمد حسن واللواء إيهاب حسن ونادر نشأت مخطط الأحمال والدكتورة هدير وحيد والدكتورة ياسمين محمد وأسماء محمد ونادى راشد ومحمد شريف، سواء الأخصائي النفسي أو أخصائي التغذية. وطبعا الاتحاد المصري للكرة الطائرة أهو المكون من المهندس ياسر قمر ومجلس إدارة النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي
متواجدين علشان يسلموا الكأس لنجمات النادي الأهلي في نسختها 2023-2024. قدامنا ابتدى يبقى في اصطفاف للنجمات بعد فرحة عارمة وبعد وجود فعلا حب شديد ومجهود وموسم طويل توج فيه النادي الأهلي بطلا لثلاث بطولات متتالية في أكتر من محفل من محافل اللي موجودة.